طبعا. والمسيح قال عن نفسه: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. بكمل بقول: الأول والآخر، الكائن الذي كان، الذي يأتي، القادر على كل شيء. وهي من هاي الآية واضح أنه فعلا عمله ماضي حاضر ومستقبل أيضا. تمام. وهنا قال لنا في رؤيا 21 أنا هو الأول والآخر. نعم. وفي إشاعية 41 وفي إشاعية كمان 42 يهوى يقول أنا هو الأول والآخر. والآخر. إذن من هو المسيح؟ هو يهوى. نعم. هو الله الظاهر في الجسد، الخالق.